مين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قاعد بقى. انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوه، مفيش فلوس. هقول لي اقول لك ايه؟ نشمه نشمه زي المتشمه. يعني ايه لمبي؟ الله، ايه يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افتح مراتي على حساب عديل الغني؟ طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل ملاك من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، احنا هتطلعينا من الكونسول. على فكره انت بنيه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيار، هات الخيار بتاعتي وليا مقتدريه. حجر عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ والله هكسرت نفوخك. تعال الحين. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب بره يا بنت، بالراحه اصلا. ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف انا هكسرت نفوخك. اقعد قعدنا اتوضى لي قرد لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه. ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف معاك تجوز اختي محي؟ لا نطلع النوجه، نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبتة بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه. اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجه بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجه بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجه اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول معيشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكره؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكره يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه تانية هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جردل ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله، حرام عليكي. طب يا نندي، ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليكم. وصل لك، والله انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جردل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ يمين كده. طب شكرا جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك.
تمام. هذا السر ده كتم للصوت وده الهدف العنتاب لي. أمرني ربنا يخليك. الله يخليك والنبي. بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع دكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده؟ عيان الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده؟ 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده؟ 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي. ده انا جربته. حلو. انا جربت ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاضر ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. اصحى يا لمبي، الساعة بقت 9:30. ما احنا بقى على الصبح. الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى 3 أمتار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ على بكره. خميس. 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جاي امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده مطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29. ايوه. نجلاء! نجلاء هو يا حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه امتى؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال ابن اسمع. استنى 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 استنى. انت ايه اللي في وشك ده؟ ايه النضارة دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي. ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعية قبل ما نسافر المصيف. المصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعة الوقعة من أسبوع. أنت كمان أسبوع؟ قولي أنت كويس دلوقتي؟ لا أنا كويس. أنا كويس بس هو الأيام حصل فيها طب كده أهو مش عارف. طب أقولك يا دكتور أبو شلاو شواف. إيه شواف. بقولك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك. ما أنت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه قدام العنوان. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع انا دلوقتي في البيت وطالع المستشفى. خد عنوان المستشفى تاني. الاستاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير بيس. وحضرتك دكتور في ايه؟
انا 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 بتعلق من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. هذا ازاي؟ هذا ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع في ازاي عاد، وصور الاسبوع موجود على الموبايل. تقول لي ازاي الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا يعني شويه لجلجه في مخك كده؟ لجلجه؟ ايه لجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. ما انا مراتك ممكن تفتكرها. اه امك اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش.